السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج بارك كاد، تمام؟ ولو لاحظت وجيت هنا وقلت له مور، هتلاقي ان انا مسطب بارك كاد دي المايكرو ستيشن والاوبر رود والاوتوكاد والسيفل 3 دي. فكل واحد من دول بنقدر نسطب جواه البارك كاد. خلينا مثلا نشغل هو ريفت اوتوكاد 2022، وممكن نشرح على بقية البرامج. يعني الفكرة كلها في ايه؟ ان انت عايز تصمم مكان العربيات تركن فيه، فهو بيديك ادوات كتير. انا بعتبر ان هو مش برنامج، ان هو ادنس جوه الريفت. طبعا بيقول لي ان النسخة اللي انت منزلها ديمو نسخة تجريبية، في اغلب الاوامر هتشتغل، بس في بعض الاوامر مش هتبقى متاحة. فهنبص هنلاقي ان هو موجود الاوتوكاد كله، اللي زاد حاجه اسمها اوتو تير، دي انا سطبتها بالانفصال على باركاد، بس هما الاتنين تبع نفس الشركه. طيب اول حاجه اعملها ان انا هدخل على البروجرام سيتنج واشوف الاعدادات بتاعه البرنامج. زي ما انت شايف بيقول لي اليونت بتاعتك ايه، هقول له مثلا بالميتر، بلاش بالمليمتر، الانجل هتحسب بيه، الديسبلاي انفورميشن دايلوج عايز يبقى ظاهر ولا لا، هنت بحس يبدا ينبهني للحاجات، لايسنس كونتاكت، تمام، هقول له اوكي. وبعد كده ندخل في البروبرتيز، هنلاقي هنا الجنرال، هنشغل على الكرنت لاير او تحدد لاير معينة انت عايزها، الباوندري لاير تختار بقى الالوان وكل لاير اللي انت عايزها وهكذا، اللاينز. طيب بعد كده ندخل بقى على الديزاين بارامترز، هنلاقي هنا مثلا الباركنج ستاندرد الكرنت، فتقدر بقى تختار اللي انت عايزه، دي الاستاندارات اللي موجودة. ولو في ايلاند الراديوس بتاعتها هيبقى قد ايه، والمينيمم ديبس قد ايه، والحاجات دي كلها. ولو في ميد ايلاند سيل نمبر وهكذا هتتعامل معاهم ازاي. الديزاين مانجر ده الـ available design، ممكن تعمل design 1 و design 2. طيب خلينا نبدأ ان احنا نرسم باركينج. هقول له row from point، فهديله اول نقطة وتاني نقطة، هو يبدأ يرسم الباركينج بالخصائص اللي موجودة هنا، المسافات قد ايه، الاكبر حاجات دي وهكذا. فاقول له مثلا باركينج اهو، واخد بالك ان هو ايه بيرسم على المسافة اللي انا مديهاله، تمام. ممكن بقى تقول له ايه، انا عايز اطلع مثلا فوق شوية، انزل تحت شوية بالشكل دوت كده. انت بتدي له اول نقطة تاني نقطة، وهو بقى بيتولى ان هو يرسم لك كل الحاجات اللي في النص. وفي اللي هي المكان اللي في النص مش هتقدر تعمل فيه باركنج، فهو ايه بيظبطه لك بالشكل دوت. تمام. في بقى ان انا باي اليمنت، يعني انا يكون عندي مثلا بول لاين، خلينا نكتب بقى بالانجليزي بي ال اهو، ارك اهو بالشكل ده، فاقول له رو فروم اليمنت، هو بيبدا بيديني بقى الخصائص اللي انت عايزها، بحيث لو انت عايز تغير الخصائص وتروح محدد بقى العنصر اللي انت عايزه تختاره، هو بيقولك تخليه يمين شمال فوق تحت من ناحيتين زي ما انت عايز، من النص زي ما انت عايز. تخيل عملك الباركنج ده كله، ده لو انت تعمله مانوال هياخد منك وقت كتير.